قبل ما نبدأ الشرح هنتفق إن شاء الله يعني لو الفيديو عندي نجح هنتفق على سكيمة هنمشي بيها في طول الشرح. إحنا إن شاء الله قبل ما نشرح النظري العملي هناخد جزء نظري ونشرحه معاك، يعني نشرح الجزء النظري الخاص بالشرح أول بعد كده الجزء العملي. الجزء النظري ده لو مقرر عليك، مش مقرر خلاص مش هعمل على طول. طب ليه بقى؟ لأن عندك في الكلية ساعات يعني السكاشن بتبقى كثيرة مش ملاحقة، النظري مبقاش ملاحق السكاشن، فساعات بتشرح لك العملي قبل ما تاخد النظري بتاعك. فاحنا نشرح النظر، والله انت شارح النظر سمعته قبل كده او فاهمه خلاص هديه وتخش الايه في العمل على طول. تمام، هنبدا باول شرح معانا اللي هو الايه، اللي هو التكنيك. هناخد الجزء النظري بتاعه، هنتكلم عن الفاز الليفر. الفاز الليفر دوت اللي هو في النظر في حاجه اسمها فاز تشينج، اللي هو الاستنتاج. يعني اول حاجه نعرف الديفينيشن بتاعه، يعني ايه يعني ايه فاز تشينج، او يعني ايه فاز الليفر من اسمه. فاز الليفر يعني في فات اتجمع على الليفر. لما اجي اعمل الديفينيشن هو اقول هو اول حاجه هو نوع من انواع السيل انجن فقط. هو اول حاجه بقول عليه هو ريفيرسبل سيل انجن. بشوف في ايه؟ بشوف في نيوترال فات اكيوميليشن، يعني بلاقي فات متجمع في الايه؟ في الليفر. ايه الاسباب بتاعته؟ ايه اللي يخلي يحصل لي فات ليفر؟ والله قال لك نفس اسباب السيل انجن، مش هو نوع من السيل انجن، فالحاجات اللي بتعمل لي سيل انجن تعمل لي ايه؟ تعمل لي فات ليفر. او فات تشينج يعني. طب ايه هي اسباب السيل انجن؟ بنجمع اسباب السيل انجن في 7 اسباب. سبب جوكر لوحده ده اللي هو هايبوكسيا، ده اهم سبب طبعا في اي سيل انجري. هايبوكسيا بالميكانيزم بتاعته ده شرح في النظري مش هيدخل في التفصيل. بعد كده حاجتين اي انفكشن وامنيولوجي. بعد كده فيزيكال وكيميكال جينيك ديس اوردر وانفكشن، دي مقسمه مجموعه هايبوكسيا لوحدها، بعد كده اي انفكشن وامنيولوجي، بعد كده فيزيكال كيميكال وجينيك ديس اوردر، يعني ايه كنت اوقات الجينات ونيوتريشن اللي هي الايه التغذيه. ده الاسباب بتاعته. قال لك بيحصل لي فين؟ قال لك اشهر الاماكن بيحصل فيها الليفر، وده اللي ايه معظم الجرايد عندك عليه. فناخد الايه الليفر. تمام، طب ايه اللي يخلي لي يحصل لي بقى فاتي تشينج في الليفر بالذات؟ قال لك اول واشهر سبب اللي هو الايه الكحول. الناس اللي بتشرب كحول بيبقى عندهم فاتي تشينج، بيبقى عندهم فات اكيوميشن عندك. ليه بقى؟ قال لك لان الكحول دوت بيزود الفات اسيدسيس ويقلل الايه الاكسديشن بتاعه، يعني بيخلي الفات يتصنع بسرعه ويقلل التكسير بتاعه او الاكسديشن بتاعه. ده بالنسبه للكحول. تمام، ومعلومه بره الموضوع كده، الكحول المغشوش بيعمل ايه؟ بيسبب عمل. ليه بقى؟ لانه بيبوظ الاوبتيكال نيرف. يعني لو انت حضرتك بتشرب خمره بتشرب كحول استنبط، يعني لو اداك نوع رخيص لا شك بقى في نفسك، لان الكحول المغشوش بيبوظ الاوبتيكال نيرف بيسبب العمل في اقل من يوم. خليكم بالكم لما تشتروا اشتروا الانو نوليد يعني. تمام، برضه ده الايه الكحول. تمام، ثاني سبب ايه؟ ثاني سبب عندنا الاوبست. واضحه جدا، واحد بياكل كتير الاكل بتاعه فيه فات كتير هيتجمع الفات ده على الليفر، مش محتاج شرح. بعد كده قال لك الايه الستار فيش كده، الواحد يشك يعني بلس ايه الاوبستي بتعمل لي فات تشينج او بتكون لي فات على الليفر. تقول لي السرفيشن، طب الاثنين عكس بعض، يعني اللي بياكل كتير بيحصل له فات ليفر، واللي ما بياكلش خالص برضه بيحصل له فات ليفر. تعالى نشوف الميكانيزم بتاع الايه الاوبيس سهله طبعا، ما فيش الميكانيزم بتاعها سهل. تعالى نشوف الاسترفيشن بقى ازاي. الناس اللي عندهم في المجاعات اللي هو الاسترفيشن بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم فات على الليفر. بص يا باشا ركز معايا، انت عندك في حاله الاسترفيشن ده يعني الجسم محتاج طاقه، فمن وسائل تخزين الجسم هو بيخزن الطاقه في الدهون. يعني الجسم محتاج طاقه كوسيله يعني انه يحصل على طاقه، بيجيب الدهون يوديها الليفر، الليفر يكسرها يطلع لي منها الايه؟ يحصل لها اكسديشن ويطلع لي انرجي. الميكانيزم بتاعها تاخده في الايه؟ في الباي ان شاء الله. او انت خدته يعني. انا دلوقتي مش راجع على الستارفيشن. الجسم عايز الطاقه، فبيقوم رايح جاي شايل الدهون موديها للليفر، كسر يا عم الليفر. الليفر اصلا مش قادر، مفيش اي تي بي في الجسم، مفيش اي تي بي في الليفر انه يقدر يكسر الدهون. يعني هو الجسم بيودي للليفر على اساس ان ممكن الليفر هيكسره ويطلع له طاقه، والليفر اصلا مش لاقي ما عندوش طاقه انه يبدا يكسر بيها. فالجسم عمال يجمع الدهون في الليفر، والليفر ما بيكسرش، يجمع الدهون، والجسم عمال يجمع على اساس ان الليفر هيكسر ويطلع طاقه. الليفر ما بيكسرش حاجه، فالدهون تتجمع في الليفر فايه؟ هتعمل لي فات تشينج. تمام كده؟ نيجي بقى لايه؟ للجزء العملي بتاعنا. عندنا الجار، اما نيجي نتكلم عن اي جار، هنتكلم عن الجار في 3 نقط. اول نقطه اللي هو الاورجن، الجار اللي قدامي ده فيه ايه؟ الدايجنوزيس، ده مرض ايه؟ وبعدين الكومنت. الكومنت بتاعنا في اي جار هنخصص 7 نقط نقولهم دلوقتي. تعال نشوف الايه جار الايه
الزر اللي عندنا في المشرحة اللي هو ده. ده هيجي لك ده في الامتحان كده، تقول له ايه؟ تقول له الاورجن بارت اوف ليفر. الدياجنوز بتاعنا فات تشينج او فات ليفر او ستينوزز، تمام؟ وبعدين الكومنت بتاعنا. الكومنت بتاعنا بقى هنلخصه في ايه؟ في 5 نقط بالظبط، في 7 نقط اسف، ام سوري، في 7 نقط. النقط اللي عندنا اول حاجه اول نقطه عندنا اللي هي السايز، هم عندنا هنقسمهم 3 بحرف الاس و4 بحرف الاس. ايه الثلاثة اللي بحرف الاس عندنا؟ اول حاجه السايز بتاعها، بعد كده السيرفيس، تكتبوا الحاجات دي ورايا، الشيب، بعد كده الاربعه بحرف السي، اول حاجه كات سيكشن، الكلر، الكونزيستي، الكابسول لو موجود. تعال نتكلم عن اول حاجه عندنا بالنظر كده اللي احنا شايفينه. احنا عم نحفظ الصوره قدامنا اهي، ده الهيلث ليفر، ده الايه، ده الفات ليفر، ده النورمال نوت. تعال نشوف السايز عندنا، ده السايز، ده الهيلث اهو، وده الفات. في اللارج في السايز، ولو كان قليل بس في ان لارج في السايز، يعني سايز اكبر، ده اكبر من ده. يعني بص على الدايم بتاعت هنا كده، بص على الدايم بتاعت هنا، تلاقي الفرق ده، ده اكبر، يبقى السايز ان لارج. طب السيرفس بتاعنا لما اجي احس على السيرفس، السيرفس بتاعك هتلاقيه سموث، تمام؟ الشيب، الشيب انا بتكلم على البوردر بقى، انا شايف البوردر عندي هنا ايه؟ البوردر بلاقي راوند بوردر، لا في راوند بوردر، فيبقى الشيب بتاعتي بيصير راوند بوردر. طب الكات سيكشن، اما اجي اخد كات سيكشن فيه هلاقي الليفر بالجنج، لان الليفر مليان دهون، مليان فايت، هلاقيه بالجنج باظظ لبره كده. طب تعالى نشوف الكلر بالفهلوه كده، الكلر انا عندي ايه اللي اتجمع في الليفر؟ فايت، زي ما اتجمع فايت، الفات ده لونه ايه؟ يبقى لونه يلو، فالكلر بتاع الليفر هيبقى ظهر لونه يلو. كونزيستي اللي اتجمع ايه؟ برضه فايت، الفات ده ماده سوفت، يبقى الكونزيستي بتاعي سوفت جريز. طب الكبسول، قال لك الكبسول هيبقى تنس ليه؟ لان الكبسول دوت هو عباره عن اغلاف كده، اغلاف كده محوط الليفر، تمام؟ على قد الليفر، كيس على قد الليفر. انت دلوقتي كبرت لي حجم الليفر، كبرت لي الحجم، فطبعا الكيس ده هيتشد عليه، هيبقى تنس مشدود، لان الليفر حجمه ايه؟ حجمه زي، تمام؟ يبقى نلخص النقط بتاعتنا بسرعه تاني، السايز لارج، السايز بيبقى لارج او الاس عندنا، تاني اس عندنا في سيرفيس بيبقى سموث، تمام؟ ايه الشيب بتاعنا بيبقى راوند، راوند بوردر، عند راوند بوردر. الكلر بيبقى يلو واضحه، الكونسيست بيبقى سوفت، والكات سيكشن بيبقى ايه؟ بيبقى بالجنج، وعندي الكبسول بلاقيه، بلاقيه تنس. تعال نشوف صوره ثانيه، ده صوره هي النورمال اهي، نفس الكلام برضه، بيبقى لون يلو في السايز انلارج سوفت لو حسست عليه، الكبسول طبعا مش واضح بس هو بيبقى تنس يعني، والبوردر بتاعته بتبقى ايه؟ بتبقى راوند، تمام؟ الصوره اللي بعدها برضه، ده صوره الكات سيكشن برضه، يعني ما كلش بتاعنا نفس الكلام برضه، الاورجن بيبقى لارج يبقى سوفت، الكات سيكشن بيبقى له ايه؟ وجيز الان في دون ويبقى بلجنج يعني كده. ده اول جار معانا خلص ان شاء الله. لو حد محتاج اي حاجه ممكن يكلمنا على الخاص وان شاء الله اقدر اجيبه. محتاج اي حاجه في اي وقت، ده صوره هتلاقيها في الكتاب بتاع المتحف، ملهاش اي لازمه.